شلون تبعتيها لحالها؟ لك يا ابني، الجمعة الماضية راحت عند عمتها ورجعت على وقت، ما تأخرت. ها. قلت لحالي أختي خليها تغير شكل، والله طقت روحها بالبيت. صارت ساعة أربعة ولسه ما رجعت. أكيد هلأ بترجع، أكيد أكيد عمتها مسكتها على الغدا. أنا رأي أجيبها، وإذا ما ربيتها ما بكون محسن. عمل شو حاسس هلا؟ ان شاء الله احسن. لا الحمد لله احسن. احسن الحمد لله. كان لازم تحملك ليلي مثل ما قال الدكتور. لك اتركه للرجال الليلي عرسه. خيو هلا بنوصلك على البيت انت وعروستك، بعدين احنا بنتيسر على شغلنا. ها لا تاخذونا يا شباب، تعبناكم معنا. لو اكون مع السيد محسن والسيد كمال لما بيعرفوا اللي عملته. ليش احنا ما نخلص منهم؟ مو شهود نحن؟ تعالوا نحوج تاكسي. تعالوا يلا. ما اجيت؟ ليش طلعت من عند عمتها؟ هالمنظومه ما كانت عند عمتها، الله اعلم وين هلا. قولي على عمتي، قولي على عمتي وين راحت البنت؟ ايش صار؟ ما شفت اختك؟ زينه ما كانت عند عمتها بابا. مو عند عمتها؟ لكن وينها؟ الله اعلم. بس انا ما بكون محسن اذا ما ربيتها. ليكون راحت لعند انت. قلتي انا ما حكيت شيء. طول بالك يا ابني، هلا بتجي. راحت تقابل احمد، اكيد متوعده هي وياه بشي سينما. سينما بتبعها. قولي على عمتي. ايش في؟ ايش صار؟ اخذ لبسه معها. لبسه؟ احمد ارتاح. ليه علي يا ابني؟ قتلوك؟ ما تخافي، ما في شيء، ما في شيء. لك شو ما في شيء؟ وليه علي؟ شافك ابوك ابني؟ ما شافني. ايش بك؟ ما صار شيء. اقتله ولا اقتله؟ قال ما صار شيء. وليه علي؟ ان شاء الله انا اقتله. لك يا ابني ايش صار؟ هي زينة يا مو. ايش القصة؟ تجوزنا. تجوزتوا؟ وأهلها؟ ما عندهم علم. أنت إيش سويت يا ابني؟ خلاص يوم تجوزنا. يا ولي أنت عرفان إيش عم تعمل؟ عرفان خلاص. زينة امشي على الوضع، امشي.